الأحلى من كذا خلني أقول لك إنه هذه الدورة العاشرة، يعني أنت متخيل إن في 10 دورات سابقة. هذا أقدم مهرجان سعودي بدأ تقريبا في عام 2008، واليوم إحنا 2024، مر بمحطات وتوقف وشغلات، لكن عمر هذا الشيء 16 سنة، فإحنا مو جديدين. بس الحلو أحلى، وأحلى كمان إنك أنت قاعد تشوف كل سنة في شيء جديد وفي شيء أعظم وفي شيء وتطورات كبيرة قاعدين نعيشها. فشكرا لكل الناس اللي قائمين على هذا المهرجان، لأن الدعم الحكومي شغال. قبل الدعم الحكومي في مواهب قاعدة تحاول تبرز طاقاتها، أكيد بوجود هيئة الأفلام، وزارة الثقافة، بالدعم اللي قاعدين نلاقيه من سمو الأمير بدر بن فرحان، من أكيد وهذا الشيء اللي إحنا كلنا نستلهم فيه يعني قوتنا وطاقتنا والشغف اللي فينا من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. فزي ما يقول دائما، طموحنا عنان السماء. هذا من براند سعودي اسمها شين لاين، من مصممة رشا الشهري. القماش هو قماش بشت، بس الديزاين زي ما انت شايف على دقلة اكثر. والاكسسوارات هنا من ماركة فريد العالمية، وهذا اول اطلاق لها اليوم.